أسامة وعبد الجواد اختاروا المراجعة الجماعية هنا بالمنزل ساعات قبل البكالوريا، تفاؤل وتخوف في نفس الوقت من اليوم المنشود. رانا نجيب كتب، رانا نريفيزي أنا ولد عمي، وحالتنا النفسية إن شاء الله عندنا أمل إن شاء الله في النجاح. كل يوم رانا نريفيزي وكل يوم رانا نتعبوا، ولكن يوجد بعض التخوف والقلق في بعض المواد، خاصة مادة الرياضيات والتسهيل المالي والمحاسبي، ولكن نأمل خيرا إن شاء الله في هذه البكالوريا 2019. هو متخوفين من لوسيجي الاختراك، سما كاين ما كما نقولوا حنا كاين إضرابات الخطره اللي فات، سما مع الحراك مع المسيرات الشعبيه كان إضرابات، سما ومن المحت منه يأثروا علينا. أنا راني متخوف بزاف من هذا الامتحان، لأني أول مرة راح نفوت هذا الامتحان، وأني بديت من الفصل الأول وراني نحضر المواد الأساسية. المرافقة النفسية من الأولياء في هذه المرحلة ينصح بها المختصون، ونصائح عديدة يقدمونها. الأولياء أنا نوصيهم مباشرة قبل ما نوصي الممتحنين نتفادى عبارات أنه لازم تجيب البكالوريا، راني ننتظر هذا الشهادة بشغف. خلوا أبنائكم يعني يروحوا يجتازوا هذا الامتحان وهم في نفسية مرتاحة، نقولهم أنهم اليوم يريحوا في كل هوايات اللي يشعروا فيها بالراحة النفسية. كذلك تفادي الحديث عن البكالوريا، تفادي الآن هذا اليومين الأخيرين يعني يقول أنا نسيت ونرجع نراجع. تفادوا المراجعة، راكم محضرين، وكل أسئلة بإذن الله هي التي عند الأسئلة أكيد فتسترجعون كل ما راجعتم، لكننا نقول أنه التركيز يأتي من الثقة في النفس، قراءة الأسئلة بتمعن عند الدخول إلى الامتحان، يجب أن نكون في نفسية مرتاحة. التحضير الجيد لهذا الامتحان المصيري ضروري، والأهم العامل النفسي الذي يلعب دورا كبيرا في الحصول على شهادة البكالوريا، فبالتوفيق لجميع المترشحين.